قبل ما اتكلم في اي حاجه وقبل اي شيء، امبارح محمود البنا الحكم الدولي المصري سطر تاريخ جديد للتحكيم المصري، وانا لا ابالغ لان احنا بقالنا كتير جدا مفتقدين هذه الشجاعه. والشجاعه على مين؟ مش ان انت تيجي على نادي صغير، شجاعه ان انت المصري بيلاعب فريق كبير اسمه الزمالك. فريق كبير اسمه الزمالك. محمود البنا امبارح عمل فيز جديد للتحكيم المصري. عمل يعني رؤيه جديده للتاريخ التحكيم المصري. بكلمكم بجد والله. في حاجات بسيطه كده لازم نبني عليها. محمود البنا بنى اشياء جديده في التحكيم المصري. لازم ياخد حقه. الراجل عمل ضربة البداية للتحكيم المصري. عهد جديد مع التحكيم المصري. والله ما ببالغ. أصل الحاجات دي ما بتجيش من فراغ. لأن إحنا عانينا كتير من حاجات غير محمود البنا. يعني عانينا كتير جدا وإحنا دائما هنا ما بنتكلمش على التحكيم. لكن إن أنت تكون حكم لازم تحكم باللي أنت شايفه. دي أساسيات الحكم، لأن الحكم ده هو قاضي الملعب. فعشان كده بنقول للحكام اللي أنت شايفه احكم بيه. أبيض، أحمر، أصفر، أخضر، لبني، بنفسجي، أياً كان لون الفالنة اللي قدامك. اللي أنت شايفه بعينيك احكم بيه. وخاصة إن أنت الفترة اللي فاتت ما شاء الله جالك عوامل مساعدة، ألا وهو الفار. يعني الحاجة اللي ناقصة عندك أنت اللي بتكملها. يعني لو في كورة ضرب الجزاء وانت ما حسبتهاش وجلت منك بتروح تحسبها. يعني في الاول في الاخر بترد لك انت. كان الاول خلاص كان اللاينزمان بيرفع اوف سايد، بتروح انت تبص على الاوف سايد وترجع تحكمها. كان الاول يقول لك هو مش ذنب الحكم، ده ذنب اللاينزمان. خلاص بقيت انت اللي مالك كل حاجه، كل الادوات معاك. فمحمود البنا تحيه كبيره ليه على اللي عمله امبارح بسبب الراجل حسب ضرب الجزاء للمصري صحيحة 100%. جت ضرب الجزاء تانية صحيحة حسبها، ما قالش ما أنا حاسب ضرب الجزاء. ما في حكام بتحب تتوازن كده وتحسبها، مش عايزينهم دول بتوع زمان، دول مش عايزينهم، مش عايزينهم الناس دي. يعني مش منهم طبعا كابتن جمال غندور، كان بيحسب كتير. خلاص ضربتين جزاء للمصري، جراءة كبيرة جدا، بكل هدوء وبكل اتزان واقناع للي قدامه. ضربتين جزاء لنادي الزمالك، في بقى حاجات في النص. اصل ضربه الجزاء بتاعت نادي الزمالك الجون اتحرك، كان المفروض تتعاد. اصل مدافع نادي الزمالك زق لاعب المصري في منطقه الجزاء، كانت ممكن الحاجات دي. هو ده يعني حلاوه الكره في مصر وحلاوه الكره في العالم. الكلام ده ملوش علاقة إن الزمالك كسب، هي بس عشان ملحمة الهدوء تستمر الزمالك كسب. لو ما كانش الزمالك كسب كان الموضوع هيبقى فيه لغط كتير، لكن إحنا في بداية بنبني على اللي حصل إمبارح، إن عندنا حكم جريء يدي دافع قوي لكل الحكام. وده صدقوني ما بيجيش من فراغ، هي نوايا واجتهاد. فربنا بيكرمك في حاجة، إن التحكيم المصري يحكم مباراتي الزمالك والأهلي والأهلي والزمالك في الدوري بطاقم تحكيم مصري. محمود البنا كان واحد منهم، احتسب ضربة جزاء لنادي الزمالك أمام الأهلي، وأمين عمر في المباراة الثانية. هو ده الجديد، هو ده اللي إحنا عايزينه. إحنا عندنا خامات، عندنا كوادر، عندنا ناس جامدة، لازم عندنا ثقة في نفسينا. وده اللي حصل امبارح في مباراة الزمالك والمصري. تحية كبيرة مرة تانية للكابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، مهندس أحمد مجاهد اللي ادى ثقة كبيرة وراهن على الحكام المصريين، والنتائج بتظهر اهي. لكن في نفس الوقت في أخطاء، في أخطاء. مش شرط يكون بقى من لجنة الحكام، مش شرط يكون من الحكم، مش شرط، في لجان وفي ناس تعرضوا لبعض الظلم،